السلام عليكم متابعينا الكرام. جينا وجبنا الجديد كما تلاحظوا، يعني اي حاجه والناس ديال العطور يسمحوا لينا، يعني كثرنا عليكم هذه الايامات، ولكن الجديد نبغي نشارك معكم صراحه. جاوا اخوانتي جديد كما تلاحظوا، الاخوان انتم كما تلاحظوا، يعني كما جا شي جديد كنقول نشاركوا مع الاخوان ديالنا في القناه، يعني المتتبعين ديالنا، وتبغوا يعني الجديد اللي كان راه تنشاركوه معكم. انتم كما تلاحظوا هاد البانطوف هاد الجداد، يعني شي حاجه ديال الرجال، يعني شي حاجه صراحه مزيانه، يعني في اللبسه تبارك الله شي حاجه، والحاجه الا ما كانتش مزيانه راه ما تنجيبهاش، هذه معروفه فيا، الحاجه اللي ارتحيت ليها تنجيبها. هما الاخوان كاين فيها جوج الوان، كاين فيها القهوي وكاين فيها الفحم. والجديد الثاني هو الاصابو يا الرجال، مع صراحه جبنا الفيديو الاولاني والثاني جبنا فيه هذه العيالات والدراري، يعني الرجال نسيناهم. هذا الفيديو ان شاء الله خاص بالرجال، كاين الصابو شي حاجه مزيانه، يعني ماركه مزيانه هما كما تلاحظوا، هما غادي نلبسهم وتشوفوا الساعات. هذا فيه من 40 حتى 44، يعني من 40 حتى 44 هذا الاخوان. كاين هاد الحلاوه الاخوان اللي تطلع، المهم الكاليتي مزيانه، يعني حاجه مزيانه، وشاف اللبسه مريحه. يمكن واش تبان لكم، وكاين القهوه ديالو، قهوه هادي راه غير دايرينها حتى التحيد، هادي هاد الجلده هادي الشيء هادي راه تتقطع تاخذ تتقطع تتحيد تيكيتا اللي كاين، قولها تيكيتا ديالهم ديال الإشارة وصافي. المهم ماركة مزيانة الإخوان، والصابو صراحة يعني ديال برا، يعني تلبسها في الدار وبرا، هانتوما كيما تلاحظو شي حاجة مزيانة تبارك الله. هادي فيها القهوة ديالها، أنا نلبسهم دابا في رجلي باش تبان ليكم. هادو تاهما فيهم 42، فيهم 44، 42 ثانية، فيها 40، 42، 44، 43 ثانية فيها، 44، يعني في اللبسة مريح صراحة، مريح، وكاين في الكحل. هي نمرة كبيرة دي 44 واقيلا، 43 انت لبس 42، اللي تاهو على تشوف وبالنسبة للبانطوفات، يعني تاهما في اللبسة صراحة كيما قلنا هادو ديال الدار وبرا، يعني خاصين بالرجال، يعني شي حاجه تيجيو في الرجل صراحه مزيان. يوريتش صراحه مريحين وخفاف، يعني ومخدومين، ماشي شي حاجه زعما كاينه. هذا الكحه ديالهم، ناخذ القهوه في هذا الشكل. سمحوا لنا على كاليتي ديال التصوير، يعني حاولت ما امكن باش هما الاخوان كيما وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ولي كيما تنقولوا في اي فيديو اللي خاصو شي حاجه راه يتواصل معنا، راه تنديروا توصيل لجميع المدن، اللي خاصو شي حاجه يتواصل معنا في الرقم اللي تنحطوا على الواتساب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.